الأخت محمد سؤالها الأول أنها تكفلت ببنتين من مجهول النسب في المكان اللي هي تعيش فيه يعني منذ عدة سنوات، الآن سمعت أحد المشايخ بيقول أن أبناء الزنا لا يدخلون الجنة، فبتسأل عن هذا الموضوع. أنا يعني المسألة دخول الجنة من عدمها هذا أمر غيبي، والسبيل للأمور الغيبية، السبيل للأمور الغيبية يعني العلم به له طريقان اثنان لا ثالث لهما. الطريق الأول النص الصريح في القرآن، نص صريح في القرآن. والطريق الثاني النص الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. أعيد، النص الصريح في القرآن بدخول الجنة أو عدمها. اثنين، الطريق الصحيح أو النقل الصحيح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم وعليه. ومبلغ علمي أن لا يوجد في نص في القرآن الكريم نص صريح يقول بهذا الكلام، ولم يعني لا علم لي بأنه في هناك نص صحيح يقول بهذا. هذا واحد. الأمر الثاني، النص القرآن الكريم في كتاب الله عز وجل، وألا تزر وازرة وزر أخرى. أي نعم. يعني ابن الزنا اللي هو الجريمة هذه التي يرتكبها يعني أبواها أو الرجل الذي وضع نطفته في غير رحم يعني لا يحل له، لا ذنب لهذا الطفل ولا ذنب لا ذنب له في هذه الجريمة. والعدل الإلهي كما قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفه ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وبالتالي أتوقف في هذا الكلام لعدم وجود نص وصلني في هذا المقام إن شاء الله سبحانه. إن شاء الله.